بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحقيقه سنعرض اليوم صوره كونيه اذهلت العلماء تم نشرها في الايام القليله الماضيه حول الحبك في الكون الحقيقه هذا البحث ايها الاحبه بدا العلماء بدراسته منذ البدايات المبكره للقرن الحادي والعشرين يعني منذ عام 2000 او قبل 2000 بقليل. حتى اليوم يستخدمون السوبر كمبيوتر ويستخدمون عمليات برمجيه معقده لرسم هذه الصور، ولكن المفاجأة اليوم ان هذه الصوره هي صوره حقيقيه. صوره حقيقيه التقطها علماء من فرنسا، سنتأمل هذه الصوره ايها الاحبه. التي أذهلت العلماء انظروا أحبتي في الله هذه الصورة طبعا عبارة عن مليارات من النجوم وبخاصة النجوم القزمة انظروا أيها الأحبة كم هذه الصورة رائعة جدا الحقيقة من أروع الصور التي تم التقاطها في القرن الحادي والعشرين وبخاصة عام 2021 انظروا هنا أيها الأحبة كل نقطة يعني هذه النقطة الصغيرة هي مجرة أو تجمع للمجرات هذه النقطة هنا تجمع للمجرات هنا النقاط الصغيرة جدا التي لا نكاد نراها هي مجرات كل مجرة فيها بحدود مئة ألف مليون شمس كشمسنا يعني هذه النقطة الصغيرة التي نراها هنا مثل ذرة صغيرة نراها هذه ليست نجما هذه مجرة فيها ربما مئات المليارات من النجوم أو الشموس لأن الشمس ال التي سخرها الله لنا هي نجم بالنتيجة نجم مثل بقية النجوم الشيء المحير أيها الأحبة أنه لا توجد قوه في الكون تستطيع ان تتنبا بهذه البنيه الكونيه النسيجيه التي على شكل حبك قبل اربعه عشر قرنا الا قوه الله تبارك وتعالى لا يمكن لانسان مهما بلغ من العلم وبخاصه ان حبيبكم عليه الصلاه والسلام انزلت عليه هذه الايه في مكه المكرمه في اوائل الدعوه في سوره الذاريات سوره الذاريات سوره مكيه نزلت مبكرا في المدي... في مكه المكرمه حيث كان النبي يسعى لاقناعهم بكلمه لا اله الا الله كان يريد منهم فقط ان يعترفوا بوجود الله انزلت عليه هذه الايه العظيمه والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يعني مضطرب متناقض آية تخاطب الملحدين حتى اليوم، سبحان الله، كأنها أنزلت اليوم. كأن الله يريد أن يقول لهؤلاء المشككين والملحدين والذين يطعنون بالإسلام ويحاولون تشويه صورة الإسلام. أنتم تنادون بالعلمانية وتنادون بالعلم أو العلمانية. أنتم تدعون أنكم تتبعون العلم والحقائق العلمية، من يستطيع أن ينبئكم بصورة كونية أنتم من التقطها عام 2021؟ من يستطيع أن يتنبأ بهذا بهذا الحبك الكوني هذه البنية النسيج الكون قبل أربعة عشر قرناً وفي مكة المكرمة وفي ظل بيئة تعبد الأصنام بل بيئة في ظل بيئة متخلفة جاهلة يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السماء ذات الحبك أنظروا. انظروا عظمة هذا النبي، كيف يريد أن يرتقي بهم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتقي أن يرتقي بكم أيها المشككون. يريدكم أن تنظروا إلى أسرار السماوات والأرض. لذلك عندما اتهم هؤلاء الملحدون والكفار اتهموا النبي أنه جاء بالاساطير كما يتهمونه اليوم على الإنترنت والفضائيات أنه يروج للأساطير. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا امره ان يقول قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض الله الذي انزل القران هو الذي يعلم اسرار السماوات والارض ويعلم هذه البنيه النسيجيه التي يسميها العلماء اليوم الحبك الحبك الكونية هذه البنية النسيجية هذا السر الكوني أنبأكم عنه القرآن إذا أردتم أن ترتقوا بأنفسكم وتفكيركم و و وأن ترتقوا وتسموا إلى السماء فانظروا إلى هذه السماء وإلى أسرار السماوات والأرض ولكن على الرغم من إلحادكم الله غفور بكم على الرغم من جحودكم الله رحيم بكم انه كان غفورا رحيما، سبحان الله نداء في قمه قمه الرحمه. وهذه رساله لاولئك الذين يتهمون الاسلام بالعنف، يتهمون ان هذا الاله العظيم يريد ان يعذب الناس، لا يخاطبهم بالمغفره والرحمه وهم يخاطبونه بالتشكيك والتزوير والاساطير وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة وأصيلة اتهموه بالكذب بالسرقة الأدبية على الرغم من ذلك قال لهم قل أخبرهم يا محمد هؤلاء لا يعلمون قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما هل هناك نداء أرحم من هذا النداء أيها الأحبة لذلك هؤلاء الذين تشاهدونهم على شبكات الانترنت يذهبون لروايات غير صحيحه ولا نعترف بها ليطعنوا بهذا النبي الكريم ويطعنوا بالقران الكريم هذا كلام فارغ اذا اردتم ان تعلموا حقيقه الاسلام اقراوا القران. القران هو الكتاب الحق لذلك ايها الاحبه انا دعوني فقط اقرا لكم حرفيا من هذا الموقع الفرنسي آه ماذا وجد العلماء؟ هذه الصوره ايها الاحبه التقطت عن طريق وكاله الفضاء الاوروبيه طبعا اس او والفريق اتخذ خطوه جريئه بتوجيه التلسكوب الى منطقه محدده لاكثر من 140 ساعه يعني هذه طبعا الصوره لا تراها بعينك هذه الصوره التي رايناها هذه ايها الاحبه، هذه الصوره انت يستحيل ان تراها بعينك، هذه نتيجه تسليط تلسكوب على منطقه محدده لمده 140 ساعه متواصله واخذ طبعا ملايين الصور وملايين الحسابات اجريت حتى قاموا برسم هذه الصوره، ولكن هذه الصوره حقيقيه لو قدر لاعيننا أن ترى بالتصوير البطيء لرأينا هذه الصورة أو لو قدر لأعيننا أن ترى مثلا ملايين الصور المتتابعة أن يحدث لدينا تجمد في الزمن أثناء الرؤية لرأينا هذا الشكل الحبك انظروا كيف أن كل خيط من هذه الخيوط هو عبارة عن مجرات صغيرة حجم المجرة يمكن أن يكون بحجم مجرتنا أو ربما أكبر المجرة فيها مئة ألف مليون نجم تصوروا يا الأحبة هذه النقطة الصغيرة هذه مثلا النقاط الصغيرة انظروا هذه الخيوط خيوط كونية تنتشر وتتجمع هنا على شكل عقد في بعض المراكز وينطلق منها هذه هذه الخيوط كلها خيوط كونية تدعى خيوط كونية عظمى لذلك القرآن ينبئك باشياء لا تراها بعينك هذه قوه الاعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى لذلك يعني آه يقولون هنا 40% من المجرات التي اكتشفتها هذه الصوره ليس لها نظير في صور مرصد هابل المتوضع ايضا في الفضاء طبعا هنا ايها الاحبه آه يعني يقولون استغرق الامر ثمانية اشهر لتنفيذ هذه الحملة من المراقبة المستمرة والاستثنائية الحقيقة. وتبع ذلك عام من معالجة البيانات وتحليلها، يعني سبحان الله انتم ثمانية اشهر 140 ساعة توجهون المرصد الى السماء وثمانية اشهر من التصوير والتقاط الصور ثم عام كامل لتحليل البيانات وبعد ذلك وجدنا كما يقولون ان هناك خيوطا في الكون خيوط مادتها المجرات الخيوط تمتد لملايين السنوات الضوئيه ايها الاحبه، كل خيط كوني يعني ابعاد كبيره جدا لخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون هنا أيها الأحبة يقولون كشف هذا الشكل عن عدد كبير من المجرات القزمة مجرات صغيرة لم تكن معروفة في الماضي عدد هائل في الكون يعني نحن الآن نقول هناك مئة مليار مجرة في الكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير أيها الأحبة هذه المجرات القزمة التي اكتشفت حديثا يعني انظروا الى هذه الصوره الكونيه الرائعه ايضا التي عرضها الموقع، صوره كونيه رائعه فيها العديد من المجرات، هنا تظهر المجرات ايها الاحبه، يعني مثلا هذه هذه هنا عباره عن مجره، هذه مجره ايها الاحبه وهذه مجره وهذه مجره، ولكن هذه المجرات لا تظهر في الصوره السابقه في الحبق، صوره الحبق الا كنقاط صغيره جدا. لذلك أيها الأحبة يعني الصورة الحقيقة كشفت أسرار كثيرة في الكون وأكد العلماء أنها المرة الأولى التي يحصلون على صورة عالية الدقة لهذه الدرجة لشيء اسمه الحبك أو كوسمك ويب وانا لاحظت من خلال اطلاعي على الدراسات الحديثه والابحاث التي نشرت حديثا حول هذا الحبك انهم يستخدمون كلمه ويف ويف حبكه نفس الكلمه القرانيه. الان ايها الاحبه عندما نعود الى القران الى سوره الذاريات ونجد ان الله تبارك وتعالى يقول: "والسماء ذات الحبك" يقسم هذا الاله يقسم بمخلوقاته والله يقسم بما يشاء عز وجل "والسماء ذات الحبك" كلمة الحبك هذه كلمة جديدة تماما تماما أنزلت قبل 1400 سنة لم تكن مألوفة بالنسبة للناس كانت تستخدم في مجال النسيج في مجال الخيوط، في مجال الثوب، الكذا هكذا حبك الثوب مثلا، اما ان تستخدم مع الكون، اول كتاب يستخدم كلمة الحبك لوصف السماء هو القرآن، واليوم العلماء عام 2021 يستخدمون نفس الكلمة ليصفون بها البنية النسيجية في هذا الكون، لذلك أيها الأحبة دعونا نقرأ هذه الآية قراءة تأملية تدبرية بعد أن تعرفنا على هذه الصورة الكونية الرائعة "والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف" مضطرب يعني "يؤفك عنه من أفك" قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون الخراصون الكذابون الذين تشاهدونهم على على مواقع الإنترنت يفترون على الله الكذب وهكذا سلسلة من الايات تصل بنا الى النتيجة التي اراد الله ان نصل اليها فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون هذه الايات التي وضعها الله لكم ايها المشككون اقسم قال فورب السماوات والارض فورب السماء والارض انه اي القرآن انه لحق مثلما انكم تنطقون كما انك ايها الملحد لا تشك انك تنطق ولا تشك اني انطق الان ايضا فان هذا القران هو كلام الله الحق فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته